السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، عاملين إيه؟ وحشتوني قوي. معاكم ميس نهى الجندي من قناة فلاش التعليمية، ومعادي النهاردة مع أصحابي وصحباتي طلبة الصف الأول الابتدائي، مع منهجنا الجميل جدا جدا الممتع المثير جدا اكتشف، اللي بيعلمنا حاجات كتير وبيعرفنا حاجات كتير وبيدينا معلومات عن كل حاجة حوالينا. وكمان عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، احنا هنتعلم النهاردة حاجة لذيذة قوي 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 قوي. ويلا حبايبي نبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه مكملين في الفصل الاول، كيف يتم تصنيع المنتجات حول العالم. وكلمنا يا حبايبي قبل كده عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي التكنولوجيا. التكنولوجيا هي اي حاجة الناس اخترعوها او عملوها عشان تسهل لهم اداء المهام والوظائف بتاعتهم اللي هم المفروض بيعملوها، او بتساعدهم في اداء زي ايه الوظائف ديت، زي مثلا الكمبيوتر. في ناس كتير بتشتغل على الكمبيوتر وبتعمل شغلها عليه. طيب دي حاجة بالوظائف. زي مثلا ايه بتساعدني في شغل ممكن اكون اعمله؟ زي غسالة الاطباق. غسالة الاطباق ان هي تخلص غسيل المواعين بسرعة وتخلص شغلها بسرعة في المطبخ. طيب التكنولوجيا دي تكون بتساعدني ان انا اعيش حياة احسن، او بتحافظ على صحتي. زي مثلا التلاجة. التلاجة دي بتحافظ على اكلي ان هو يبوظ او يفسد. وهنتعلم النهاردة كيفية تصنيع المنتجات. ويلا يا حبايبي نفتح كتاب على درسنا النهاردة، صفحة 17، وهو الدرس السادس. الدرس ده بقى في ايه؟ في حاجة غريبة كده، هو عندنا في قصة. قصة حدوتة. حدوتة جميلة جدا، هتعلمنا ازاي نفكر التفكير العلمي وازاي ننتج شيء مفيد. درسنا النهاردة يا حبايبي بيتكلم عن صديقنا سمير. صديقنا سمير دوت ولد مجتهد جدا جدا جدا، ويعلمنا النهاردة حاجة مفيدة جدا، وهيعلمنا كلمة مهمة جدا جدا جدا، وهي كلمة اسمها اختراع. يعني ايه كلمة اختراع؟ اختراع تعني اختراع شيء ما لم يكن موجود من قبل. يعني احنا بنعمل حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. الحاجة دي بتساعدنا ان احنا ننجز اعمالنا بشكل اسرع، بتساعدنا على حياة احسن. زي ادوات كتير ممكن نستخدمها في حياتنا النهاردة موجودة قبل كده ما كانتش موجودة. طيب تعالوا نشوف صديقنا سمير دوت بيعمل ايه. سمير عمل اختراع سماه ماكينة الواجب المنزلي. وطبعا يا حبايبي الاختراع دوت حاجة مش حقيقية، دي حاجة من وحي خياله. أصدقائي نقرأ القصة بتاعت سمير. يحب سمير لعب كرة القدم كل يوم، وعندما يكون في الأجازة المدرسية فإنه يلعب كرة القدم طوال اليوم. ولكن لا يستطيع سمير لعب كرة القدم عندما يكون لديه واجب منزلي. زي ما احنا شايفين يا حبايبي سمير دوت ولد شاطر بيحب يلعب كرة القدم، وفي نفس الوقت بيحب مذاكرته جدا جدا. بس هو دلوقتي عنده مشكلة. اول حاجة نتعلمها تحديد المشكلة. لا يستطيع سمير لعب كرة القدم عندما يكون لديه واجب منزلي. يعني مشكلة سمير هنا ايه؟ ان هو ما بيقدرش يلعب كرة قدم اما بيكون عنده واجب. سمير عاوز يحل المشكلة ديت. قعد يفكر يفكر يفكر، وتعالوا نشوف قال ايه. قال سمير في نفسه، اتمنى الا يكون لدي واجب منزلي حتى استطيع لعب كرة القدم طوال الوقت. يبقى هو دلوقتي ايه الغرض من الاختراع اللي هو عاوز يعمله؟ ان هو يلعب كرة قدم طوال الوقت. ثم فكر سمير في اختراع ماكينة للقيام بواجبه المنزلي. هنا دلوقتي فكر سمير، يعني ايه؟ استخدم خياله حتى يستطيع لعب كرة القدم لفترة اطول. يبقى هنا بيقول لنا هو تاني، فاستخدم سمير خياله ورسم صورة عن ماكينة الواجب المنزلي، ووضع قائمة بما يمكن لماكينة الواجب المنزلي ان تقوم به. هنا عمل ايه يا حبايبي؟ قاعد يشوف هو عاوز ايه بالظبط من المكنة اللي هو عاوز يخترعها. ثم طلب المساعدة من صديقي، واصبح سمير جاهزا لتنفيذ اختراعه. والان يستطيع سمير لعب كرة القدم لفترة اطول. هنا طبعا يا حبايبي صديقنا سمير علمنا ازاي نفكر تفكير علمي عشان نحل المشكلة. يبقى اول حاجة اما نيجي نخترع شيء لازم نحدد الشيء دوت هيعمل لنا ايه. احنا محتاجينه في حاجة، فهو هينفذ لنا الحاجة اللي احنا محتاجينه فيها. يبقى اول حاجة تحديد المشكلة. يبقى المشكلة اللي كانت بتواجه سمير انه لا يستطيع لعب كرة القدم عندما يكون لديه واجب منزلي. طيب تاني حاجة في خطوات التفكير العلمي، تفكير في حل المشكلة. قعد سمير يفكر 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 يفكر، قال ايه؟ خلاص انا هخترع حاجة تساعدني. تالت حاجة
استخدم ايه؟ استخدم خياله، قاعد يتخيل لإيه ايه اللي ممكن يساعدني ان انا اعمل الواجب بتاعي. طب ايه الادوات اللي ممكن استخدمها؟ انا اكيد هستخدم قلم، واكيد هستخدم مسطره، واكيد هستخدم حبر، واكيد هستخدم ورق. قاعد يجمع كل الحاجات اللي هو عاوزها او اللي هتساعده في تصنيع المكنه اللي هيعملها. رابع حاجه، قاعد يجمع معلومات وطلب من حد ان هو يساعده في تنفيذ المشروع بتاعه او الاختراع بتاعه، طلب المساعده من صديقه. بعد ما رسم الماكينه ووضع قائمه للحاجات الماكينه المفروض تعملها، طلب المساعده من صديقه واصبح جاهز لتنفيذ اختراعه. بعد الوقت، بعد ما اخترع الاله الجميله دي، هو بيستمتع بوقته وقدر يلعب كوره لفتره اطول، وبكده يكون سمير حل مشكلته باستخدام التفكير العلمي. ونروح يا حبايبي للصفحه اللي بعد كده، وهي رقم 18. والصفحه ديت احنا هنقلد صديقنا سمير ونخترع حاجه زيه. ايوه، اشمعنى هو يخترع واحنا لا؟ يعني هو عنده ايد زياده؟ يعني هو اشطر مننا؟ يعني هو مخه بيفكر احسن مننا عشان هو يخترع واحنا ما نخترعش؟ لا، احنا برضو شاطرين، وشاطرين قوي كمان، وهنخترع حاجه جميلة جدا جدا جدا، وهتفيدنا إفادة كبيرة جدا جدا في حياتنا إحنا وأسرتنا. يلا يا حبايبي نشوف الدرس بعنوان اختراعي. اكتب شيئا تحتاجه أنت أو أسرتك ليساعدك على القيام بالأعمال بسهولة. يعني يا حبايبي إحنا هنفكر في حاجة إحنا بنحتاجها، أنا بحتاجها أو أسرتي بتحتاجها. الحاجة ديت هتساعدني إن أنا أعمل كل اللي ورايا بسهولة وبسرعة. ثم اكتب فكرتك عن الماكينة أو المعدات التي يمكنك اختراعها للمساعدة. وهنقعد نفكر في حبة أفكار ونكتب الأفكار ديت زي ما صديقنا سمير عمل، وننظم أفكارنا ونشوف إحنا محتاجين إيه بالظبط من الآلة ديت. اكتب حاجة أنت أو أسرتك بتحتاجوها، وإن أنت تقوم بيها فيها صعوبة شوية، فأنت دلوقتي عاوز تخليها إن هي تبقى بسهولة أكتر. فعشان كده بيقولك اكتب فكرتك عن مكنة هتساعدكوا في أداء الحاجة ديت عشان تبقى أكتر سهولة. وهنا بيقولك نحتاج مساعدة فيه، تاني نحتاج مساعدة فيه. فانتوا طبعا يا اصحابي مطلوب منكم ان انتوا تفكروا في احتياجاتكم، انتوا محتاجين ايه مثلا في حياتكم، او اسرتكم تكون محتاجة حاجة معينة حاسين ان هي تكون صعبة شوية ومحتاجة تكون اكتر سهولة. وبعد كده فكروا في فكرة تكون خاصة باختراع معين تقدروا تخترعوها علشان تساعدكم في عمل الحاجة ديت ويخليها اكتر سهولة. ففي افكار كتير جدا انتوا يا حبايبي ممكن تفكروا فيها. ففي واحد ممكن يقول لي انا عاوز اطير واوصل لمثلا امريكا بسرعه كبيره جدا، مش عاوز بقى استنى اقعد احجز في طياره واروح المطار. وممكن واحد تاني يقول انا عاوز ابقى بطل خارق واخترع بدله خارقه ارتديها ويبقى عندي قوه خارقه زي ابطال الافلام الاجنبيه، سوبرمان وايرون مان وسبايدر مان ببدلته اللي بتنط وبتخليه تعمل حاجات مدهشه ديت. وممكن حد تاني، صديق ليا تاني، يقول لي انا عاوز اخترع كمبيوتر يتكلم معايا ويحل لي كل مشاكلي ويحكي لي حواديت كمان. وممكن حد تاني يقول لي انا عاوز اساعد مامتي واخليها تطبخ الاكل في ثانيه، ما تقعدش طول النهار في المطبخ وتشيل وتحط في الحلل. الافكار يا حبايبي ملهاش حدود، وربنا خلق لنا مخنا عشان نستخدمه. والمخ ملهوش حدود في التفكير، والخيال ملهوش حدود في التفكير. كل واحد يتخيل اللي هو عاوزه، فكره وتخيله وابدعه. وكل شيء موجود حوالينا دلوقتي هو زمان كان فكرة، وكان في ناس كتير جدا جدا بتعارض الفكرة ديت ومستصعبينها، وكانوا بيعتقدوا ان هي حاجة عمرها ما تتحقق. فكل اختراع انتوا شايفينه حوالينا دلوقتي هو كان مجرد فكرة في خيال شخص قدر فكر فيها وقدر يخليها حقيقة. وبعد ما فكرنا وتخيلنا في الحاجة اللي ممكن تخلي حياتنا أسهل، هنفكر بقى في شكل الاختراع إزاي نصممه إن هو يكون يخلي حياتنا أسهل. فأنا كمس نهى فكرت وتخيلت إيه الحاجات اللي ممكن تساعدني، فأقول إيه نحتاج مساعدة فيه. أول حاجة تنظيف المنزل، تاني حاجة غسيل الأطباق، تالت حاجة شراء الحاجات من السوبر ماركت أو حد يشتري الحاجات من السوق. فإحنا محتاجين دلوقتي تلات حاجات، تنظيف البيت وغسيل الأطباق والتسوق. فأنا محتاجة إن الحاجات دي تكون أكتر سهولة. فإيه هي ممكن التكنولوجيا اللي تساعدني في عمل الحاجات دي كلها؟ يبقى يمكن أن تساعدنا هذه التكنولوجيا فيه. فهتساعدني في إيه؟ هتساعدني في التلات حاجات دولت، إن إحنا تنظيف المنزل وغسيل الأطباق والتسوق. إيه الآلة يا ميس اللي ممكن تعمل الحاجات دي كلها؟ أنا فكرت لو اخترعت كمبيوتر، الكمبيوتر مش هيقوم يغسل مكان المواعين. لو اخترعت غسالة أطباق،
غسلت الأطباق مش هتقوم تنظف الشقة. لو اخترعت مكنسة المكنسة مش هتنزل على رجليها وتروح تشتري الحاجات من السوق. قعدت افكر 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 ولقيت الحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ ريبوت. ايوه، انسان آلي زي اللي بيجي كده في الافلام كده، واتخيل هو ممكن يكون بيعمل ايه، يكون بيخدمني ازاي انا واسرتي. ايوه فعلا، الانسان الآلي دوت ممكن وعنده رجلين، ممكن ينزل يشتري الحاجات من السوق، ابرمجه ويشتري الحاجات من السوق. هو عنده ايدين، ممكن يقف يغسل الاطباق، ممكن ينظف للمنزل، ممكن يذاكر لأولادي، وممكن يحكي لأولادي حواديت ويسليهم. وده الاختراع اللي أنا فكرت إن أنا ممكن أخترعه وأستفيد بيه أنا وأسرتي. طب يا ترى الروبوت ده هيبقى شكله عامل إزاي؟ أنتوا بقى ممكن تتخيلوا الروبوت دوت هيكون شكله عامل إزاي، أو الإنسان أي دوت هيكون شكله عامل إزاي، ونرسمه في المراقبة دوت. ارسم ولون صورة للشكل الذي تتصوره عن اختراعك. ولو حد فيكوا عنده فكرة تانية أو متخيل حاجة تانية، ياريت يكتبها لي ويرسمها ويصورها لي ويبعتها لي. ببقى سعيدة جدا لما بشوف ابداعاتكم وشطارتكم. كمان عاوز اقول لكم حاجة مهمة جدا، باي ذا واي انا مبسوطة جدا جدا من التعليقات بتاعت على البيج بتاعتنا وعلى القناة، وحقيقي الحاجات دي بتديني سعادة وبتديني باور وتخليني اشرح بكل حب، واكون مستنية الوقت ان انا هقابلكم فيه. وعاوز اشكر صديقتي ريتال اللي بعتت لي الواجب بتاعها، وعاوز اشكر صديقي عبد الله اللي بعت لي الواجب بتاعه. عاوز اقول لهم انتوا شاطرين جدا جدا جدا، وانا عارفه ان كل اصدقائي شاطرين، وانا مستنيه اشوف اختراعكم. ارسموه وصوروه وبعتوه لي على البيج او بعتوه لي في التعليقات على القناه. ونتنقل للصفحه اللي بعد كده في الدرس، مكتوب فيها ايه؟ يمكن لاختراعي ان يساعد في اكتب او ارسم قائمه بما يمكن ان يقوم به اختراعك. انا قلت الاختراع بتاعي هيساعدني في تنظيف المنزل وغسيل الاطباق والتسوق، كان كمان يساعد اولادي في مذاكرتهم، يكون وسيله تسليه لاولادي ويحكي لهم حواديت، وبكده هيكون فادني انا واسرتي. ونروح على البيج اللي بعدها او الصفحه اللي بعدها رقم 20 بعنوان يمكن لصديقي ان يساعد فيه. هنا بيقول لك اكتب سؤالا واحدا يطرحه صديقك عن اختراعك. هنا صديقتي اروى هتقول لي طب يا مس اختراعك دوت، يا مس هل يا ترى اختراعك ده بيطير؟ هل يا ترى اختراعك ده بيعوم؟ يعني انا ممكن اروح اخده معايا وانا بصيف ويعلمني العوم؟ فالسؤال ده هيلفت نظري لحاجة ممكن اطورها في الاختراع بتاعي، وبالتالي انا ممكن اعدل فيه حاجات بحيث ان انا اخليه يكون قادر على السباحة او الطيران، وبالتالي انا كده هغير في اختراعي للاحسن بناء على سؤال صديقتي اروى. هل يستطيع الانسان الالي الطيران او السباحة؟ في المربع اكتب او ارسم كيف يمكنك تعديل اختراعك للرد على سؤال صديقك. فانا هنا اكتب ايه؟ ان انا هزوده بخاصية تمنحه السباحة في الماء، وممكن هنا ارسم له ايه؟ ارسم له زعانف اضافية، او ممكن ارسم له جناحات تخليه يطير. وانتوا يا حبايبي زي ما قلت لكم، انتوا على حسب اختراعكم وعلى حسب خيالكم، انتوا ممكن تعملوا اي حاجه تانية تعدلوا فيها زي ما انتوا عاوزين. واللي انت شايفه ان هو ما ينفعش يتعمل دلوقتي، اكيد بكره هيجي عليك يوم من الايام وتعرف ان هو اتعمل. ان الافكار دلوقتي ممكن تكون مستحيله، بس بعد كده بتكون حقيقيه على ارض الواقع. وبكده يا اصدقائي نكون انهينا الدرس الجميل الممتع دوت، الدرس السابع بعنوان الاجهزه. واكيد هو بيتكلم عن الاجهزه المنزليه الجميله اللي احنا كلنا بنحبها، وبتساعدنا في حياتنا، وبتساعدنا ان احنا نعمل حاجات كتير، وبتدينا رفاهيه في حياتنا. في كل مربع اكمل رسم كل جهاز، ثم صل كل جهاز بالوظيفه الصحيحه التي يمكنه القيام بها. احنا هنا عندنا 5 اجهزه، الصور بتاعتهم مش مرسومه بشكل كامل، المفروض ان احنا هنكملها بالقلم الرصاص اول حاجه. تاني حاجه هنوصل كل جهاز من الاجهزه ديت بالمهمه او الوظيفه اللي بيقوم بيها. المروحه دي بقى ايه وظيفتها؟ فالمروحه دي بتساعدنا ان احنا نلطف الجو وتخلي الهواء سائع وجميل. واو، ده لابتوب، لابتوب لابتوب جميل، بيساعدنا ان احنا نستدعي المعلومات ونعرف اي حاجه احنا مش عارفينها، وممكن نلعب عليه جيمز ويسلينا، وممكن يكون بيساعد ماما وبابا في شغلهم. الجهاز اللي بعده البوتاجاز، اللي بيساعد مامي ان هي تعمل الاكل اللذيذ وتعمل لنا كل الاصناف اللي احنا بنحبها، البطاطس المحمره والفرخه الجميله والكيكه اللذيذه الشهيه. ونروح للجهاز اللي بعده، ودي الغساله الكهربائيه اللي بتساعد مامي المسكينه ان هي تخلص الغسيل. والغساله دي زي ما احنا شايفين دي غساله اوتوماتيك، بيخش فيها الغسيل مش نظيف او الملابس المتسخه وتطلع لنا نظيفه وجميله
وشبه ناشفة، فهي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وظيفتها ان هي تنظيف الملابس. دي بقى اجمل اختراع في الدنيا، دي التلاجة الجميلة اللي هي بتحافظ على الطعام بتاعنا وتخليه فريش وطعمه جميل. وتخيل العالم لو مفيهوش تلاجات، اكيد اكل كتير جدا جدا هيبوظ وهيترمي، وحياتنا مش هتبقى كويسة. وكمان التلاجة ديت احنا بنحط فيها العصير ونشربه ساقع ولذيذ. وفي الصيف بتبقى مهمة جدا جدا علشان احنا بنحط فيها الايس كريم وناكله هو جميل ولذيذ وساقع. يلا يا اصدقائي نحل النشاط سوا. اول حاجة موجودة عندنا تبريد الهواء. نقولنا ايه اللي بيلطف الهواء ويخليه بارد وجميل؟ مين هيقول معايا؟ شاطرة يا جنى، المروحة. نقوم موصلينه بالمروحة. طيب تاني حاجة تسخين الطعام. قلنا ايه اللي بيساعد مامي ان هي تعمل الاكل وتخلي الاكل سخن وجميل؟ شاطر يا بيدو، البوتاجاز. وصلوا بالبوتاجاز. طيب تنظيف الملابس. قلنا ايه اللي بيساعد مامي ان هي تغسل الملابس وتخلي الملابس حلوة وجميلة؟ شاطرة يا رؤى، الغسالة. رابع حاجة عندنا الحفاظ على الطعام، الجهاز اللذيذ اللي بيخلي الطعام فريش وجميل. طبعا 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 التلاجة. واخر حاجة معانا مين هيقولها؟ ها مين 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 هيقولها؟ ايوة ايوة ايوة، صديقي صديقي اللي هناك دوت. شاطر 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 يا يوسف. ايه؟ البحث عن المعلومات. اكيد اللابتوب. برافو عليك يا يوسف، برافو 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 برافو. كلكم شاطرين يا اصدقائي. وبكده يا اصدقائي نكون انهينا الدرس السادس، وده معادنا مع الدرس الجديد الدرس السابع وبعنوان الحفاظ على المياه. نفتح الكتاب على صفحة 22. طبعا يا حبايبي احنا عارفين ان موضوع المياه ده موضوع كبير قوي قوي قوي، موضوع مهم جدا 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 في حياتنا، وعارفين ان المياه هي سر الحياة، وان احنا نحافظ عليها دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر نعيش. ان من اهم الحاجات اللي بتحافظ على حياتنا هي المياه النظيفة. وطبعا يا حبايبي احنا لازم نحافظ على المياه النظيفة عشان من اضرار المياه الغير نظيفة، اول حاجة زيادة صعوبة تنظيف الاشياء، تاني حاجة الاصابة بامراض خطيرة جدا جدا بسبب استخدام مياه او شرب مياه غير نظيفة او استخدام مياه غير نظيفة في الطهي. طيب يا حبايبي ايه في بيتنا ممكن نعمله نخلينا نحافظ على المية؟ ايه السلوكيات اللي ممكن نتبعها في بيتنا تخلينا نحافظ على المية؟ اول حاجة ان احنا ما نسيبش الحنفية او الصنبور مفتوحة على الفاضي، يعني نفتحه عند الاستخدام فقط، يعني ما نيجي نغسل الاطباق او ما نيجي نستخدم الحمام او ما نيجي نغسل الملابس نتاكد غساله ملت قبل تشغيل الغساله. ولو في انابيب بايظه في البيت او مواسير بايظه او حاجه تكون بتنقط ميه جوه البيت او بره البيت نحاول نصلحها عشان نحافظ على النعمه الجميله اللي ربنا مدهلنا. الحفاظ على المياه، انظر ايه الموجود بالاسفل وارسم دائره حول الاماكن التي يمكنك الحفاظ على المياه بها. نشوف اول صوره. اول صوره هنا صديقنا واقف في الحمام وبص مشغل الدش على الفاضي ازاي والميه نازله منه كتيره، وفاتح الحنفيه وما بيستخدمش الدش وما بيستخدمش الحنفيه، واقف بيغسل سنانه. هو كان ممكن هيخش ياخد شاور بتاعه يستخدم كميه ميه قليله. تاني حاجه وهو بيغسل سنانه ما يسيبش الحنفيه مفتوحه كده، لا يقفل الحنفيه لغايه ما يخلص غسيل سنانه وبعد كده يفتحها تاني. فحين هنعمل دائره حول الميه ديت ودائره حول الميه ديت. تاني صوره هنا شايفين القطة الكيوت الجميلة ديت قاعدة بقى بتلعب في المية ومش هاممها، فده بيعتبر شكل من الإسراف في المياه. احنا ممكن نحط لها لو عندنا حيواننا الأليف ما نسيبلوش كده ايه المية يلعب فيها زي ما هو عاوز، لا نحط له حبة مية صغيرين على قده يشرب فيهم، هما يخلصهم نحط له مية تاني. تالت حاجة هنا شايفين بابا ماسك خرطوم المية وقاعد يرش يمين وشمال، وبص فتحه ازاي، فتحه على الاخر ازاي، مش همه بقى المية الكتير اللي بتترمي على الارض ديت، دايرة حوالين المية الكتير ديت. فاحنا ممكن نستبدل المية الكتير ديت بايه؟ ان احنا نفتح حنفية المية حبة صغننة ونرش ايه حتة حتة في الجنينة. وهنا مامي مامي المسرفة ديت اللي قاعدة فتح الحنفية كده على الفاضي وهي مش بتستخدمها، هي ماسكة الطبق وبتطبخ فيها اهوت وسايبة الحنفية مفتوحة كده اهوت ومش هامينها حاجة، ده طبعا سلوك خاطئ جدا. المفروض احنا هنفتح الحنفية عند الاستخدام فقط، فهنحط دايرة حوالين المية المفتوحة ديت عند الحوض. طب يا اصدقائي نكمل الدرس ونروح لصفحة 23. وهنا بيص بقى بيعمل ايه؟ بياخد عليا تعهد ان انا احافظ على المية. بيقولك تعهد الحفاظ على المياه،
يعني ايه؟ يعني بيقولك انت كولد شاطر وانت كبنت شطورة ما تعملوش السلوكيات الغلط اللي كانت فوق ديت، وفكر في طريقة ان انت تحافظ بيها على المية، ووعدنا ان انت هتنفذ الطريقة ديت. بيقولك اكمل التعهد التالي وارسم صورة لإظهار وعدك، بعد كده اتعهد بالحفاظ على المياه في منزلي، سأقوم بذلك عن طريق انا مثلا هاخد الشاور بتاعي في وقت قصير في الصباح، يبقى استخدام كمية قليلة من المياه عند الاستحمام الصباحي او الاستحمام اليومي. تاني، استخدام كمية قليلة من المياه عند استحمامي اليومي او الصباحي. في الجزء التاني من الصفحة بيقولك ارسم صورة توضح طرق المحافظة على المياه في منزلك. فانا مثلا هرسم نفسي هنا وانا تحت الدش، وفتح الدش حبة صغننة على قدي ومش بستهلك مية كتير. وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا الدرس السابع، ومعادنا يا اصدقائي دلوقتي مع الدرس الثامن بعنوان تصنيع الخبز من القمح. طبعا يا حبايبي احنا قبل كده اتعلمنا مراحل تصنيع الملابس، وعرفنا ازاي الملابس بتتصنع من البداية للنهاية. اصدقائي بيقولوني احنا يا ميس شاطرين وعارفين مراحل تصنيع الملابس، وهي اول حاجة جمع القطن من الحقل عن طريق ماكينة جمع القطن، تاني حاجة حلق القطن وهو عن طريق فصل القطن عن البذر عن طريق ماكينة حلق القطن اللي هي المحلاك، تالت حاجة غزل القطن الى خيوط، رابع حاجة نسج الخيوط الى قماش عن طريق النول، خامس حاجة تفصيل القماش الى ملابس عن طريق ماكينة الخياطة، سادس حاجة عملية الشراء وهي شراء الملابس من الاسواق والمتاجر، سابع حاجة عملية الارتداء وفيها بيتم استهلاك الملابس واحنا بنلبس الملابس او اي حد اخر بيلبسها، تامن حاجة عملية التخلص، التخلص من الملابس المستخدمة عن طريق ايه؟ اعادة تدويرها. خلاص يا حبايبي احنا كده رجعنا على ايه؟ على طريقة تصنيع الملابس. طب ودلوقتي احنا هنتعلم حاجة لذيذة قوي ومغذية جدا. طبعا 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 كلنا يا حبايبي بنحب ناكل عيش، ما نقدرش نستغنى عنه ابدا ابدا في حياتنا، وبدل هو مهم كده يبقى احنا ايه؟ لازم نعرف عنه كل حاجة، هو بيجي منين وبيتعمل ازاي. وده يا حبايبي اللي هناخده في درسنا النهاردة تصنيع الخبز من القمح، وفي قصة جميلة جدا جدا تعالوا نقرأها سوا. اقرأ القصة التالية والتي توضح كيفية تصنيع الخبز من القمح، هو هيعلمنا ازاي احنا بنعمل رغيف عيش جميل ولذيذ من القمح. طب يا ميس الاول القمح ده بيجي منين؟ ده اللي هيعرفهنا صديقنا الفلاح عادل في القصة الجميلة بتاعتنا. يمتلك الفلاح عادل حقلا، عادل عنده حقل، وفي كل موسم يقوم عادل بزراعة القمح وينتظر حتى النمو. بيجي ميعاد زراعة القمح في كل سنة ليها ميعاد ثابت، بيجي الفلاحين يزرعوا القمح ده سواء في الشتاء او في الصيف. طبعا كل زراعة في الدنيا ليها ميعادها اللي بتتزرع فيه عشان يطلع المحصول بتاعها جميل وجيد. وبعد ان يرموا القمح يقوم باستخدام آلة لحصد القمح، وبعد ما القمح يكبر كده ويبقى سنابل كده جميلة يقوم ايه؟ جايب آلة يحصد بيها المحصول بتاعه زي ما احنا شايفين هنا يا حبايبي، ديت ايه؟ جرار بيحصد بيه محصول القمح بتاعه. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ ويرسل الفلاح عادل القمح الى المصنع لتصنيع الدقيق، بعد كده عادل الشاطر دوت ياخد القمح اللي هو جمعه من الحقل ويوديه فين؟ المصنع عشان يصنع الدقيق. وبعد ما الدقيق اتصنع هياخده مين؟ هياخده صديقنا هاني. هاني ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل خباز، ويستخدم الخباز هاني الدقيق لتصنيع الخبز وبيعه في متجر، وبعد كده يشتري الناس الخبز من الخباز لتناوله. الله ده شكله جميل قوي. وزي ما شفنا يا حبايبي في القصة الجميلة بتاعتنا احنا عشان نعمل رغيف عيش جميل ولذيذ لازمنا حاجتين. اول حاجة المواد الخام. المواد الخام ايه؟ يعني الحاجة الاساسية اللي بيتصنع منها الخبز، زي ايه؟ القمح. طبعا قلنا القمح ده حاجة اساسية جدا اللي من غيرها مش هينفع يتعمل رغيف العيش اللذيذ بتاعنا. تاني حاجة الالات، او بمعنى اصح التكنولوجيا، الحاجة اللي احنا بنستخدمها عشان تساعدنا في الصناعة. احنا اكيد مش هنجيب القمح ونقعد نقرقشه كده اهوت، لا احنا هندخل عليه حبة عمليات، حبة العمليات ديت باستخدام حبة الات هتطلع لنا منتج نهائي. اول آلة استخدمناها ايه؟ المنجل او الجرار او الدراسة، ودي عبارة عن آلة بيستخدمها المزارع لحصاد القمح. تاني آلة استخدمناها الطاحونة، الطاحونة بيستخدمها الطحان عشان ايه؟ يطحن القمح ويعمله دقيق. تالت حاجة معانا العجان، العجان دوت
ممكن يكون يدوي ممكن يكون كهربائي. فالعجان ده بنستخدمه ان احنا نخلط المكونات مع بعض. رابع حاجة الفرن، الفرن اللي بنحط فيه العجين فبيطلع لنا مستوي، يعني بنخبز فيه الخبز، او الخباز بيستخدمه لخبز الخبز، يعني بيسوي فيه الحاجة اللي بناكلها عشان تبقى مستوية وجميلة وطعمها حلو متوجعلناش بطننا. فدي خطوة مهمة جدا جدا في تصنيع رغيف الخبز اللذيذ بتاعنا. يبقى نلخص بقى الصفحة الجميلة ديت في ايه. اول حاجة ينمو القمح في الحقول، تاني حاجة حصاد القمح باستخدام الجرار او المنجل او الدراسة، تالت حاجة طحن القمح وتحويله الى دقيق، رابع حاجة اعداد عجينة الخبز، خامس حاجة خبز الخبز، نقول كمان دورة حياة الخبز او كيف يتم تصنيع الخبز. الكلام ده مهم جدا جدا يا اصدقائي، لازم نعرف الكلام ده كويس اوي 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 ونحفظ الكلام ده كويس. يبقى رقم واحد ينمو القمح في الحقول، اتنين حصاد القمح باستخدام الجراد او المنجل او الدراسة، 3 طحن القمح وتحويله الى دقيق، 4 اعداد عجينة الخبز، 5 خبز عجينة الخبز لتحول الى خبز جميل. وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا صفحة 24 ونروح على الصفحة اللي بعدها دورة حياة الخبز. طبعا يا اصدقائي انا عارف ان انتوا كلكم شاطرين، احنا لسه قايلين الكلام دوت الصفحة اللي فاتت وهنعيده تاني مع بعض عشان نحفظ الكلام ده كويس. اكمل دورة حياة الخبز. البداية اول حاجة قلنا بنعمل ايه، ينمو القمح في الحقول، تاني حاجة حصاد القمح باستخدام الجرار او المنجل او الدراس. يبقى احنا هنا ايه هنستخدم ايه، هنرسم المنجل او ايه او الجرار، وقلنا دول التين بيستخدمه الفلاح عشان يلم بيهم ايه او يجمع بيهم محصول القمح، تالت حاجة يبقى طحن القمح وتحويله الى دقيق، رابع حاجة اعداد عجينة الخبز، الدقيق والمية والزيت والحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل العيش الجميل ديت ونرسمها هنا، اخر حاجة ايه خبز رغيف الخبز، ان احنا ندخل العجينة ان احنا عملناها ديت نشكلها على هيئة دوائر ونحطها في الفرن تتخبز، فتطلع لنا رغيف عيش جميل جدا وشهي ولذيذ. فطبعا يا حبايبي انتوا ممكن ترسموا لو عاوزين ترسموا، وممكن تكتبوا لو عاوزين تكتبوا نفس الكلام اللي احنا قلناه. وبكده يا اصدقائي نكون انهينا الصفحة ديت ونوصل لصفحة رقم 27 وهي بعنوان بطاقة شكر. طبعا يا حبايبي زي ما احنا عرفنا في الصفحة اللي فاتت ان في ناس كتير بتتعب جدا جدا، بتتعب كتير كتير عشان توصل لنا رغيف العيش الجميل اللذيذ اللي احنا بناكله، زي الفلاح وزي الطحان وزي الخباز، وخاصة يا حبايبي الخباز ده بيلعب دور مهم جدا جدا في حياتنا ولازم نحترمه ونقدره، عشان هو لو مش موجود في حياتنا احنا مش هنعرف ناكل رغيف عيش جميل ولذيذ، فعشان كده احنا هنشكره ونقدره بطاقة شكر. املأ البطاقة التالية لتشكر الخباز في مجتمعك وتدعوه الى الاحتفال المقام في الفصل. هنا المفروض ان احنا هنشكر كل الناس اللي ساعدونا في عمل رغيف الخبز ونعمل احتفال نجمعهم سوا، وعاوزين بقى ان احنا بعد ما نخلص الاحتفال دوت احنا نعمل ورقة جميلة كده هوت مكتوب فيها عبارة جميلة عشان تفرحهم وتحسسهم ان هم بيعملوا حاجة بيفيدوا فيها المجتمع اللي هم عايشين فيه، وتساعدهم ان هم ينجزوا اعمالهم بشكل احسن بشكل فيه حب اكتر، عشان احنا عارفين يا اصدقائي الانسان بيتقدر كل ما بيأدي واجبه وهو مسرور وهو سعيد، والانسان لما بيعمل واجبه وهو مسرور وهو سعيد بيطلع العمل اللي هو بيعمله دوت باحسن شكل واحسن صورة. طبعا كل ما الواحد بيعمل حاجة هو بيحبها كل ما عملها بشكل احسن، وكل ما احنا استفدنا اكتر، وكل ما المنتج اللي هيجينا هيكون بشكل جيد وتكون كفاءته عالية وجودته كويسة. عشان كده احنا لازم نرد الجميل للناس اللي بتساعدنا في حياتنا، ومثال منهم الخباز، فعاوزين نكتب له عبارة جميلة نشكره فيها. ايه اسهل عبارة احنا ممكن نكتبها ويكون معناها حلو وجميل؟ نكتب شكرا جزيلا. نكتب ايه يا اصدقائي؟ نكتب شكرا جزيلا، نكتب مع بعض هنا ايه شكرا جزيلا. شاطرين شاطرين يا اصدقائي. واحنا بعد ما كتبنا عبارة شكرا جزيلا قص بطاقة الشكر الخاصة بك سيقدمها معلمك الى الخباز. المعلم بتاعنا او المدرس بتاعنا هياخد البطاقة الجميلة اللي احنا كاتبينها بخط ايدينا الجميل دوت وهيقصها وهيديها مين؟ هيديها للخباز اللي عندنا في المنطقة. وبكده يا اصدقائي احنا نكون خلصنا الدرس الثامن. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ونساعد برضو اللي حوالينا ونتعلم من المهن الجميلة اللي احنا عرفناها ديت وشفنا هي ازاي بتساعد الناس في حياتها، ان احنا نحاول نساعد اللي حوالينا ونوصل لهم المعلومة بشكل كويس ونساعدهم في ان هم يوصلوا للمعلومة اللي احنا عرفناها علشان يستفيدوا هم كمان في حياتهم ويبقوا شاطرين زينا ويبقى المجتمع كله كويس وشاطر. ونوصل لاخر درس معانا النهاردة وهو درس لذيذ جدا.
خبز في كيس. هذه هي المكونات التي نستخدمها لتصنيع عجينة الخبز، وفيما بعد يمكنك مشاركتها مع أسرتك لصنع الخبز في المنزل. صفحة 30 بعنوان نحب الخبز يقول لك: ارسم ولون صورة لك ولأسرتك أثناء تناول الخبز، وأكمل الجملة الموجودة أسفل الصورة. يعني هنا يا أصدقائي هنرسم صورة لينا، أنا قاعدة أنا وأسرتي، أنا وبابا وماما وأخويا أو أختي، وقاعدين كلنا عملنا العيش الطازة اللذيذ السخن دوت. نحن نعمل العيش بتاعنا في البيت، ده حاجة كبيرة جدا، دي حاجة جميلة جدا. ايه أكتر حاجة عجبتني وأنا بعمل الخبز دوت؟ أكتر جزء عجبني هو خلط المكونات مع بعض، وده بيعلمنا حاجة تانية برضو مهمة، إن احنا شفنا قد ايه الناس اللي بتعمل العيش ديت قد ايه هي دورها مهم جدا في حياتنا. تخيلي كده يا أصدقائي لو مفيش حد بيزرع القمح دوت، احنا كنا هنجيب الدقيق منين؟ وتخيلوا كده يا أصدقائي لو مفيش حد بيطحن القمح دوت، احنا برضو كنا هنعمل ايه؟ وتخيلوا كده يا أصدقائي لو مفيش حد يخبز لنا القمح دوت ويعمل لنا عيش، احنا هنفضل كل يوم كل يوم كل يوم نعمل عيش، كل يوم نقف في المطبخ ونعمل عيش، طب احنا هنكمل بقية حياتنا ازاي؟ فاذا يا أصدقائي الخباز والطحان والمزارع دول أشخاص مهمة جدا جدا في حياتنا. وهنا يا أصدقائي آخر جملة مكتوبة معانا: نحب الخبز لأنه، هنكتب لأنه لذيذ مشبع يساعدنا على البقاء على قيد الحياة. تاني: لذيذ مشبع يساعدنا على البقاء على قيد الحياة. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا الفصل الأول وخلصنا حلقتنا النهاردة، وأتمنى يا أصدقائي إن أنتوا تشاركوا الدرس مع أصدقائكم عشان أصدقائكم كلهم يستفيدوا. ولو عجبكم الشرح النهاردة اعملوا لايك، وما تنسوش الشير والسبسكرايب. أسيبكم يا أصدقائي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.